سواء حضر معايا البرزنتيشن او حضر مع الباشمهندس سيد، كنا بنتكلم على الاوبريشن بتاع سيكونا جينيتو والتكوين بتاع الستيت اوف البروتو، ازاي يوز ام ام بتاع الملفات، ازاي بيطلع شفت 120 اللي فاز اه والاس والايه والتي. ده اللي شرحنا سيكونا، شرحنا كورن سيكونا وجبنا الايكويشن كورن سيكونا وشرحنا البريزو دايجرام بتاع السيكونا نفسها، تعمل اخطاء كتير جدا.
ماشي الاولى بقى 16 و20 ارقام كبيره يعني. انما ده 2 4 8 اخرك يعني. انما ده يوصل 16 و20 واكثر من كده كمان. طب في كده يبقى سرعه عاليه سرعه عاديه لكن ارقام منها كتير. هنا سرعه عاليه جدا وارقام منها قليله. في الاخر ده بنتكلم فيه على الرطوبه. والمواد برضه في بعدين عايز اتكلم فيه اللي احنا بندرسه حاليا الديستريبيوشن فاكتور. اصلا الاثنين دول مع بعض هو اللي بيدينا الواد ده.
كام؟ 60 جنيه صح؟ ما هو لما تلاقي مجاني يعملوا 100 جنيه يبقى الشيفت الميجا اللي بعدها من كام؟ 60. لذلك في حاجه اسمها السلوت انجل. في برامج اسمه برامج كده ده بنسميه سلوت انجل. اعرفه ازاي ده؟ اعرف الوصول دي بتتم ازاي؟ انا بقول لك الانجل بالان واس كام درجه؟ 180 صح كده؟ 180. السؤال بقى ايه؟ طب بالان واس كام ميجا؟ Yeah.
بيشوف كل دول بنفس الشكل، فدول بنسميهم كونسنتريتد وايد بين. لو هما متركزين معناها ان الديستريبيوشن فاكتور بكام؟ واحد، كلهم لهم نفس الدور. طب لو كان الام ده بيشوف للاقرص ثلاث مجال، يعني الام اهو بيشوف معناها ان في هنا واحد، في هنا واحد، في هنا واحد، في هنا مجموعه وهنا مجموعه وهنا مجموعه. معناها ايه؟ معناها ان الثلاثه دول عمرهم ما يكونوا قريبين مع بعض. يعني فرضا ان في ثلاثه، والثلاثه احسن بلاش في دول. ادي واحد اثنين ثلاثه، وكل واحد على واحد فوق، واحد فوق، واحد فوق، يبقى صح كام؟ اقول لك والله ثلاثه فوق، صح؟ مجموع الفوق على الثلاثه بثلاثه. انما لما يكون في واحد في النجره، والثاني في النجره اللي بعدها، والثالث في النجره اللي بعدها، معناها ايه؟ ده عليه واحد فوق، وده واحد فوق، وده واحد فوق، بس هو مش انفيس. دول عشان انفيس اهو، يعني ده فوق رقم واحد. اثنين، ثلاثة، ده واحد، واحد واحد، يبقى هو ثلاثة. إنما ده واحد فوق، والتالت مش شايف عامل زاوية، والتالت مش شايف زاوية. هل الصمشن ده يطلع بثلاثة؟ هو ما يطلع بثلاثة، يطلع عليه كام؟ من ثلاثة. إذا الصمشن بتاع كده أقل من ثلاثة، لأن بس ديستريبيوتد، يعني مش موزع. ايه بقى تعريف الكي تي؟ ايه هو التعريف؟ بين ال والاس كم درجه تضاريه؟ 180. طب بينهم كم نجره ميكانيكيا؟ ثلاثه. يعني بين ال والاس ثلاثه. ثلاثه ده رقم، لكن ايه تعريف الثلاثه؟ الاستورس وبيكو. فانا قسمت ال 180 على ثلاث مجال تحتهم، فكل نجره بتمثل لي 60 درجه. قسم براحتك. لا تاني، قلت له نفس الدرجه دول ميكانيكيا. نفس الدرجه دول ميكانيكيا. انا بقول الدرجه دي درجه كهربيه. يعني لما يكون هنا البوست سايكل يكون الناحيه الثانيه نيجاتيف. ده كهربيه. مش معناها ان انت لو قسمت 360 على 12 بتوع كام؟ 30. 30 ده ميكانيكا مش كهرباء. 30 ده ميكانيكا. النجرة دي كهربية بتشوف ايه؟ والنجرة دي كهربية بتشوف اس. يبقى الجهد الزاوية الكهربية بينهم كام؟ 180. واحنا خدنا في أول حصة إن الزاوية الميكانيكية أو الزاوية الكهربية بتساوي الدول على الاثنين في الزاوية الميكانيكية. قلنا الكلام ده وأثبتناه. إن لو كانوا دول اثنين دول بس يعني ان واس يبقى كلامك مظبوط. إنما دول أربع دول. فالزاوية دايما الكهربية بتساوي الطول على الاثنين بتساوي الايه؟ الميكانيكيه. فانت اذا كنت بتتكلم على 30 وعندك 4 طول يبقى الكهرباء كام؟ 60. نيجي بقى للسؤال بتاعك. ايه هو التعريف؟ ايه هو التعريف؟ الاي دي. ايه هو التعريف؟ الاي دي. تعريف الاي دي ولا هو؟ هو الجمع الاتجاهي. الجمع الاتجاهي للفولت. تحت كل دول. احنا قلنا لك شغل كام؟
تحتاج خد ميجا واحده بس هتكون جول. تحتاج يا جماعه اقسم ريسبونس الجول كلها يعني والله الجول ده يا باشا كان ثلاثه، قلت احنا كام فازه؟ ثلاث فازات صح؟ يعني ايه اللي عدد فازات؟ لو انت عندك عدد فازات ثلاثه والريسبونس بالجول ثلاثه يبقى كل فازه بتشغل كام ميجا؟ واحده بس. وطبعا ده لو كان كونسنتريت احنا لو شرحنا بقى اللي جاي كونسنتريت مش هينفع. انا هشرح لك بالسكيورتي. يعني انا هفرض وانا بشرح المثال ده ان هم اكتر من ميجا. يعني ايه هي الواحد؟ بناء على الارقام اللي حطيناها 12 مش عارف ايه ودي كانت 60. لكن لو فرضنا ان هي دي 3. ان ال 3 يعني كل فازه واخده كام ميجا؟ 3. يبقى الجول تحته كام ميجا؟ 9. صح؟ 3 3 9. فلو فرضنا ان احنا عندنا 3. ادي الموصل الاولاني. المهم يتشفت
ثم انت الحركه عملت شفت ايه؟ شفت الفا دي 20 دي بالنسبه لنا اللي في الاخر هنا في المثال ده الفا الفا ب 20 درجه. نيجي بقى هنا لو قلت لك ايه هو المجموع الجبري بتاع الثلاثه؟ المجموع الجبري هو طول اي جي زائد بي سي زائد سي دي اللي هو في الاخر طلع اسمه 3 دي يعني السمشن الجبري بتاعه هو عباره عن 3 في دي. ايه بالنسبه لك هو الطول ده؟ عايز تسميه اي بي ماشي، عايز تسميه بي سي ماشي، هو طول قد بعض نختار اي بي يبقى 3 في اي بي تمام؟ طيب المجموع الاتجاهي ايه؟ دي صح كده؟ لو انا عايز اجمع ده زائد ده زائد ده يبقى الفورميشن بتاعه مين؟ هو ايه؟ دي اللي هي القفله بتاع الايه؟ البكر اذا ده كده هو المفهوم بتاعه. يبقى الفورميشن بتاع الكوره تجمع اتجاهي هو طول اي دي. طب الطول اي دي ده هنحسبه ازاي؟ الأول بقى كده الزاوية دي كام؟ كأنها زاوية مجرى ومجرى، مش دي مجرى؟ ودي مجرى؟ اللي اسمها إيه؟ ألف، صح كده؟ الزاوية دي ألف، والزاوية دي برضه ألف، تمام؟ لأن إحنا فرضين المثال على كام واحدة؟ على ثلاثة، يبقى الزاوية دي كلها كام ألفا؟ ها؟ كام ألفا؟ ثلاثة ألفا. بس احنا مش عايزين ثلاثة بقى، احنا عايزين ان جنرال. ان بان بارت تمام كده. لا ده عشان المثال احنا قلناه، لكن بصورة عامة الزاوية دي ممكن تكون على أربعة على خمسة على ستة على سبعة، يبقى في الآخر هي ان في ايه؟ ان بارت. طب احنا لو عملنا عمودي من النقطة دي كده على اي دي تبقى الزاوية دي بس قد ايه؟ دي بس كده. كلها ان بارت. يبقى دي وحدها كده ان فرض على كام؟ على 2. الطول ده هسميه اكس. ماشي يبقى الاي دي بيساوي 2 في الاي اكس. صح كده؟ طيب يعني بيساوي 2 في. لو انا قلت لك هات الساين بتاع الزاويه دي في المثلث ده. لو انا عايز اساين الزاويه دي تقول لي والله المقابل على الوطن. صح؟ المقابل هو مين؟ اكس. والوطن هو مين؟ او. يعني ايه اكس ده بيساوي؟ او ايه؟ مضروب في ساين الزاويه اللي هي مين بقى؟ ان مرفوع على كام؟ على 2. تاني ساين الزاويه دي هو المقابل اي اكس على الوتر او اي. يبقى الاي اكس بيساوي الوتر في ساين الزاويه. يبقى طول اي دي هو عباره عن 2 في الاو اي في ساين ان مرفوع على كام؟ على 2. دي حاجه. عايزين بقى نحسب الطول ده اللي هو اي بي بلس بي سي بلس سي دي. هتقول والله عباره عن 3 في الاي بي. طب احنا عايزين نعرف اي بي طوله قد ايه؟ اي بي ده طوله قد ايه؟ لو احنا نزلنا بعمودي كده من هنا على ده كده اولا ده 90 هي بس الرسمه مش مظبوطه. هو ده مثلث متساوي صفين يعني النقطه دي قد النقطه دي لما يجي إيه عمودي هنا كده او هنا سيبك من ده مش تفهمها خليها هنا كده. لو انت جبت عمودي هنا كده وسميت دي واي مش يبقى طول بي سي اللي هو مين؟ ها؟ اي بي اللي هو سي دي مش يبقى الطول انا بس عايز اجمع من جمع الجمع سميناه اي بي او بي سي خلاص يبقى 3 في البي سي. لو انت عايز طول البي سي طول البي سي لوحده وسميت دي واي يبقى البي سي بيساوي ايه؟ ايه في بي واي صح كده؟ يعني الطول ده زي الطول ده هو البي سي كله. يبقى ده بيساوي 2 مضروب في مين بقى؟ في بي واي. 6 بي واي. ها؟ معلش ال 3 دي غلط. 3 عشان بتساوي 3 لكن هو لو العادي يكون كام؟ يعني هو 3 الفا يعني اي رقم 3 ده بيساوي اسمه ايه؟ ده ان يعني ده الاخر اصلا هو ان مش 3 فهو ايه بي سي؟ 2 في بي واي. طب مين بقى البي واي ده؟ بص كده المثلث ده كده المثلث ده اولا الزاويه دي قد ايه؟ 4 على 2
اذا ده بيساوي 2 في او بي يعني او ايه موضوع فين بقى؟ كوساين يساوي انا زاويه ساين الفا على 2. ايه بقى تعريف الدي دي؟ هو المجموع الاتجاهي عن مجموع الجذب. مجموع الاتجاهات الثانية طلع 2 وهو ايه؟ كوساين سالب طلع 2 وهو ايه؟ كوساين ان الفا ان الفا على 2 على المجموع الجذري طلع 2 وهو ايه؟ في ال ان صح كده؟ تمام. في ايه هناك؟ بالظبط 3 2 في ال ان وهو ايه؟ كوساين الفا على 2 هنطلع ده مع ده مع ده مع ده هيبقى في الاخر ساين ان ارفع على 2 على ان ساين ارفع على 2. يبقى ده عشان تحسب الدي دي لازم يكون عندك ان ومين؟ وارف. ودول سهل تحسبهم. يعني سهل تجيب الان الاول بعد كده تجيب الالفا بعد كده تحسب لها ايه بقى؟ الدي دي وتحط. يجي بقى الفاكتور الثاني هو مين؟ اوبا اختصار يقول لك ايه؟ ما تلمهاش في اخر المسار
ده ارميها قبل ما توصل لاخر سن صغيره. ده ايه اللي هيحصل؟ انت اصلا لو الامور الاجسام دي موجوده بالشكل ده يبقى فيها هارمونكس دي جدا. يعني الحل دي فضلين ده هارمونكس وهتلاقي السيرفر هارمونكس مليان. هارمونكس يعني نيد على طول. هارمونكس في الماشين يعني نيد يعني جسمها يسخن يساحك الاسلاك بعد كده والعزل والكلام ده كله. فعشان توصل للشكل اللي هو قريب من سن النيل مش عايز دي حاجه كده، عايزها جايه منين صغير وعايز دي جايه منين وهكذا، يعني تبقى قريب من سن النيل فما تخليش دي فولتج. وانت لازم انزل عند السلوتس قبل ال 10. هتقول لي طب انت جاي ما بوضتش ان دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه؟ لا، هي دي في الزوم بتاع مين؟ انت واللي هناك في الزوم بتاع اس. بس مش معنى ان انا اقول لك اعمل شورت بريتش معناها انك تلم في واحد وتنزل في ثلاثه، لا هي زونز يعني دي من دي بتعمل تسعه. يبقى انت اسم ده نصين كده يبقى دي تبع الزوم بتاع مين؟ ان ودي تبع الزوم بتاع مين؟ بتاع اس. معناها ان انت ممكن تلم سبعه سته ما اعرفش ممكن سته لكن ايه بعدين خمسه؟ ما ينفعش. ما ينفعش المس واحد وانزل في كام؟ خمسه. لا لازم يكون في طرف بص المنتهي نجم. حتى لو النيجاتيف ده مش كامل، مش عايزه كامل. انا في الاخر عايز واحد يشوف الزوم بتاع البوستر، واحد تاني يشوف الزوم بتاع مين؟ النيجاتيف. يبقى السبب التكنيكال الاولاني ان احنا عايزين نطير هارمونكس من الملف وان احنا نظهر بالشكل السبب ده انك تعملها شورت بيتش. سبب اتصال السلك. لو انا بقول لك عشان تاخد جهد بين الطرفين دول تمام؟ عايز الطول ده كله، ده فلوس، يعني السكه دي فلوس. انما لو نزلت بدري شويه يبقى انت قلت في الايه؟ في الطول فقلت في التكلفه. لو انت عملت الكلام ده وعملت فول بيتش يظهر لك الاثنين شفت ان هو تبقى درجه. طب انا لو عملت شورت بيتش يعني نزلت بدل ما انزل في النجره رقم 10 نزلت في البيضه رقم كام؟ 8. دي بنسميها شورت بيتش. اسمها ايه؟ شورت بيتش. انا عارف ان من هنا لحد هنا كام درجه؟ 180 على اساس ان الفا كانت ب 20 صح؟ الفا هنا ب 20. طب انا لما اجي اعمل جنتين لورا يبقى انا ست كام درجه؟ 40. يبقى الباقي من هنا لهنا كام؟ 140. ال 140 دول بيسموهم الكويل سبان. بيسموهم الكويل سبان. والفرق ده بنسميه شورت انجل او شورت انجل. يعني الانجل اللي انت قلتها 140 عشان ممكن والله يمين ممكن تقول ان البي عباره عن 180 ناقص ال 140 اللي هو مين؟ ها؟ الكويل سبان. يعني لما الدكتور قال لك معلومه ان الكويل سبان ب 150 يبقى البيتا دي كام؟ 30 صح؟ او يقول لك ايه بقى؟ ان احنا عملنا شورت بتو سلوتس. اهي انت كنت في كام الاول؟ ب 10 10. لو رجعت ل 9 عملت شورت كام؟ 1. طب لو رجعت 8 عملت شورت كام؟ 2. يبقى دي عباره عن 2 في الفا. دي معلومة تانية. لو انا والله انا رجعتها 2 ستوتس يبقى البيتا دي عبارة عن 2 فرق. طب رجعتها 3 يبقى 3 في ايه؟ فرق. دي اسمها بيتا. ايه اللي حصل بقى؟ بص يا سيدي، لو انت عامل فول بيتش يبقى ده الاولاني وده مش شايفه بكام؟ ب 180. طب لو انا قلت لك اهو ده مش شايفه ب 180. لو انا قلت لك ان انا رجعت بيتا يبقى ده يطلع كام؟ كام درجة؟ بيتا لفوق. يعني لو ده 40 درجة اهو ال 40 درجه دول سيبوا هنا خلاص ده في فول بيتش. طب في شورت بيتش يعني رجعت لورا كده 40 درجه. يبقى الصندوشه بتاع ده وبتاع ده ما بقاش اثنين مين؟ لا ده بقى الطول اللي هو اسمه ايه؟ او ايه؟ ايه بقى تعريف الكي بي؟ الكي بي هو الجمع الاتجاهي. وانت في شورت بيتش على الجمع الجنبي بتاع مين؟ بتاع الفول بيتش. لو ده طلع 2 مين ده استحاله يطلع 2 مين. تمام؟ عايزين بقى نعرف الطول ده تاني. لما الطول بيساوي دي بيتا يبقى ساوي دي كام؟ بيتا على الاثنين ده متوازي. رياضه بتاع عدال ده لكن ده متوازي اهو. وده الوتر ده لما تكون دي بيتا يبقى دي بتلاقي ايه؟ بيتا. الوتر الاسم بيساوي ايه؟ الصين. يبقى دي كام بقى؟ بيتا على الاثنين. لو احنا نزلنا عاملين اللي هي دي يبقى الطول اللي هو فوق ايه ده؟ هو عباره عن دي واكس. الطول اللي هو فوق ايه ده؟ عباره عن دي اكس صح؟ فمين هو اكس؟ هو الطول ده اللي هو ايه؟ كوسين الزاويه. مش فاكر صور كوسين الزاويه؟ يبقى اللي هو اكس ده هو عباره عن بي في الكوسين بيتا على بي. اذا
دي دوت اللي عباره عن 2 اكس يعني تساوي 2 في دي الكوزين بيت على ايه؟ على الايه؟ لما تقسم بقى ده كده الجمع الاتجاه بتاع الشورت ريتش لما تقسمه على الجمع الجانب اللي هو 2 اي قسم 2 اي في كوزين الزاويه على 2 اي يطلع ان الاي بيساوي كام بقى؟ كوزين بيت على كام؟ على 2. اذا ده هتحسب الكي دي وعندنا تحسب الكي بي يبقى الكي ده في الاخر هو عباره عن كي دي في كي بي. المثال ده كان ده على كل لف في الفاز الفازة بقى جديدة يعني دي تم الفازة شورت فازة هتعمل كل فازة بقية الفازات؟ يعني الشورت هيتم بقية الفازات. الشورت ده هيتم بقية الفازات. كله كده. ده إجابة سؤالك ولا؟ عايز تاني 8 مثلا يعني أنت بتبدأ من 8. مش كده؟ 7 مثلا. عايز إيه؟ 7 ماشي تبدأ من 7. 7 و9. 7 و9 كام؟ ماشي ده 16 عشان توصل من الناحيه الثانيه مش فاهم قصدك ايه بس اللي انا عايز اطوله ان الشورت اللي انت عملته فازه ده بقيت المثال وبعدين ده مش شورت فازه ده شورت لفه لتوصيل في ترن يعني ده ترن واحده بس وتعرف تجيب منها الايه؟
اللي هي الستورس بول بالفيس، ستورس بول بالفيس. يبقى اس على ايه؟ على الام دي عدد الفازات، ومنها تعرف معلومه ثانيه. لما اقول لك الستورس بالبول تسعه، معناها ان في المثال عشان تجي له كي بي، لو الدكتور قال لك ان احنا حطينا اول سايت في واحد وثاني سايت في 10، يبقى هو قصده فول بيتش، صح؟ لو قلت لك اول سايت في واحد وثاني سايت في 8، يبقى انت فهمت ان هي شورت بيتش. ليه؟ اصل لما تطلع 9 معناها يبقى ده يبدا بواحد يديك كام؟ 10. لو قال لك انا بدات بواحد وانتهيت بسبعه، يبقى افهم ان في كده ايه؟ شورت بيتش. يعني مش لازم اقول صراحه شورت بيتش. تمام؟ دي بقى امثله انا كنت حلوه قوي بصراحه يعني. بسيطة جدا. ثلاث فازات 16 بوي 4 كونتاكتور وزد الريسورس 10. اضرب دي في دي لمين؟ زد النور، صح كده؟ تمام؟ زد الريسورس. التوتال ريسورس كده زد التوتال. ان بالفيس يبقى زد النور على كام؟ على 2 في 3 زد الفرق. عايزين بقى نجيب الريسورس في البول كام دول؟ 144. والبولز كام؟ 16. من ده تروح تجيب الفا وتروح تجيب مين؟ ان. منهم تجيب مين؟ ها؟ كي دي. ما هو كي دي تقوم بتعرف. خلاص؟ جبت الان وجبت الالفا جبت الكي دي. ما جابش اي سيره على الفول بيتش ولا اي حاجه، ما اتكلمش. يبقى الكي دي خلاص هتجيب كام؟ واحد. لو ما جابش سيره فول بيتش ولا شورت بيتش ولا سبورتس ولا كان ده، يبقى الكي دي بكام؟ واحد. المثال رقم سبعة. بص كده سبعة. البوز أربعة. فريكونسي 50. أه كان فيها موجود تاني عايز الفريكونسي. أه أنت مش فريكونسي. البي في هنا 22. البي 16. 16. إم هنا أر بي إم. دي هنا أر بي إم. 375 على 120. تمام؟ سبعة. تيجي البول فريكونسي. قول لي بقى إيه؟ الريسبونس دي الريسبونس دي والزد الريسبونس بتاعه 2. وقال لك ان وان سايد واحد، يعني انا باني اول واحده الريسبونس رقم واحد، والاذر سايد بتاع الميجر الثاني يعني 13. عايز الفلوكس اللي يخلي الجهد 6.6 كيلو فولت، عشان اخلي الجهد لفوق اضرب في 10 سكات 3، وده بيدونا باي، يبقى سوم على كام؟ على جاز 3. هو مديني بس اضربها في 10 3 عشان كده نط، واقسمها على جزء 3 عشان يجيب الفيز. لما اكتب المعادله الاقي عندك مجهولين بس اثنين، هي ام فيز بكام؟ ام فيز بكام؟ والكي بي والكي دي. تمام؟ عشان نجيب ام فيز نعمل ايه؟ سنه ده 60 2 تجيب التوتال ايه؟ كونتاكتورز. ما هو كل ميجا فيها 2 ودول 60 ميجا، يبقى زد توتال زد توتال يساوي 2 في كام؟ في 60. اقسمه على 2 في 3 عشان يجيب مين؟ ان. هو حد مش فاهم حاجه؟ يا راس فاهم؟ لا سريع في الامثله لكن هي مفهومه يعني. انا شرحت لك كله في الحته دي. يعني انت كنت تاخد بقى وتيجي تطبق، انا مش عارفين بقى. تمام؟ عايزين الكي دي والكي دي. ها؟ عشان تجيب الكي دي لازم الاول تجيب مين؟ سبورتس في الجول. هتقول تجيب اس على دي. اس بكام هنا؟ ب 60 على 4 فيها 15. 60 على 4 كام؟ 15. معناها ايه بقى 15 دي؟ تعالى لك ايه؟ الاول يعني اس على دي 15. تحطهم هنا تجيب الفا، تحطهم هنا تجيب ايه؟ عاش. تحط الاثنين هنا تجيب مين؟ كي بي. موضوع سهل اهو. ايه بقى فايدة دي؟ 15. 15 معناها ان لما ترمي الاولاني في واحد يبقى الثاني في كام؟ ها؟ ثاني. لما اقول لك الاسبونس بالبول 15. الاسبونس بالبول 15 معناها ان انت لو رميت الاولاني في السايد رقم واحد او في سبونس واحد، يبقى الثاني لازم تزود عليه 15 يطلع كام؟ 16. طب هو حط 13، يبقى في فرق كام ميجا؟ كم ميجا؟ 3. يبقى البيتا كام؟ بتساوي 3 في ايه؟ بس كده تحطها هنا تجيب الكي دي. خلاص؟ جبت الكي دبليو. كمل بقى المسألة. نيجي بقى لأربعة. البول ب 8.
كلها تاني. اشمعنى يعني؟ عشان نجيب الست دول؟ عايزين الست كلها تاني. هو يجيب كام؟ ثمانية. تسعة عن دول؟ تسعة. يبقى ثمانية. تسعة في 72 صوص. عايزهم مين؟ عشان نجيب الست دول تاني. صح ولا ايه؟ انا عايز دي عشان اضربها في الست بالاس عشان اجيب الست دول تاني. يبقى الست دول تاني بيساوي ال 72 مضروب في كام؟ 12 غير الست توتال اللي هي سته. عندك دي اهي هتقعد تجيب منها حاجتين، تجيب منها الفا ومين؟ وين؟ ومنهم اجيب البي تي. خلاص كده؟ شباب ما جابش اي سيره عن لا بيتش ولا شورت بيتش ولا ولا، يبقى الجيم واحد. خلاص منها تجيب الايه اللي هو عايزها منها، تجيب الفلكس يعني. المفروض بقى تاني هو اللي فيه شغل شويه، بقول لك ايه؟ في نفس الفلوس اللي انت جبته هنا، انا رفعت الكي تي والكي بي وعندك كل حاجه وعندك الفلوس، مين اللي بقول هنا؟ الفلوس. ماشي. جبت فلوس خلاص. ماشي. بقول لك ايه في نفس الفلوس ده احسب لي اليوزنج ميف الجديده لو احنا استخدمنا ثلثين المجاري فقط. يعني هم قالوا كام مجرى؟ 72. هنستخدم بس ثلثين ال 72. يبقى الاس ام يو يعني هي عباره عن ثلثين الاس القديمه اللي هي 72 يطلعوا مش عارف بكام صوت. بص احنا خدنا الثلثين فقط، خدنا بس دول وسبنا بين المجال. تمام؟ يبقى المعلومه الثانيه بقول لك مش هنخليهم ثلاث فازات، هنوصلهم كلهم بطريقه بحيث نخليهم كلهم فازه واحده. يبقى ثالث اقوى نتيجه دي زد توتال. زد توتال بيساوي كام؟ بيساوي الزد بالسلوتس دول ما اتغيروش في المجال الجديد ده. يعني التوتال كان فوق 72 في 12. ال 12 في قلب السلوتس ما اتغيروش. لكن انت ما خدتش كل كام؟ ال 72. خدت تلتينهم بس. الاقرب ال 12 في الاس الجديده اللي هي زد توتال. لو قسمت زد توتال على 2 2 دي عشان الترم والكوندكتر. صح؟ استفادتك كانت كام بقى؟ كانت بس احنا مش عايزين ثلاثه، عايزين كام فازة؟ عايزين فازة واحدة بس. يبقى الـ فيز هي عبارة عن زد توتال على 2 في 1. جبت تاني فيز. من الاثنين دول بقى كام؟ من الاثنين لحد الاخر ممكن اسال الاثنين من الاثنين زد يعني هما دول اتغيروا. بناء على كده بقى كل حاجة. وضحت؟ في بقى مشكلة في الميعاد ده في الأسئلة الجاية للأسف بسبب الجدول. يعني الجدول أصلاً أسوأ سنة فعلاً في الجدول.